السلام عليكم باشمهندسين تالتة مدني. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاستابيليتي. أهم حاجة أحب أنوه ليها إن في فيديوهين قبل الفيديو ده بنتكلم فيهم عن أساسيات الاستابيليتي، ده لازم تتفرج عليهم قبل ما تتفرج على الفيديو دوت. بالنسبة للورق، أنا هنا الورق ده كان أحد زمايلكم اللي بعتهولي، فأنا مسؤول عن الكلام اللي هشرحه، يعني عشان كده أنا حتى مش هنزل لك الورق دوت بي دي إفات، أنا هشرح لك عليه. فانا مسؤول عن اللي هشرحه، اللي مكتوب يعني انا ما قريتوش تفصيلا عشان الوقت، عشان لسه واخد الورق ده النهارده، فانا مسؤول عن الايه اللي هشرحه بس. وان شاء الله هيبقى في فيديو عن مقدمه عن انواع التراسز، ده برضه هيبقى موجود عندك. ثلاث فيديوهات دول اللي هما الاثنين الاساسيات والتراس هيبقى موجوده عندك في الديسكريبشن بتاعك. تمام يا شباب؟ طيب نبدا مع بعض. اول مساله بالشكل ده. طيب ايه اللي موجود عندي؟ موجود عندي لوب ولوب. طيب اول ما تلاقي عندك لوب في المساله لازم تفصصها. انا عارف ان لو اللوب عندي ثلاثيه وفيها ثلاثه انترميديت هنج دي بتبقى ريجيد. يعني ايه ريجيد؟ يعني مفيش واحد في الاضلع الثلاثه دول هيتحرك الا ما ياخد اخواته معاه، مفيش واحد فيهم هيتحرك الا ما ياخد اخواته معاه، يعني بيمنع الريلاتيف موشن، ما ينفعش ده يتحرك الا لما اخوه يتحرك معاه واخوه الثلاثه يتحرك معاه. وديترمينت، يعني ايه ديترمينت؟ يعني اقدر احدد القوه اللي في العنصر ده وفي العنصر ده وفي الممبر ده. تمام؟ في الثلاثه ممبرز دول اقدر احدد القوه اللي جواه. لو زاد عليهم واحد يدي ايكويشن اوف كونديشن. لو اربعه يبقى اربعه ناقص ثلاثه يدي واحده ايكويشن. لو خمسه انترميديت هينج يبقى خمسه ناقص ثلاثه يدي اثنين. طيب لو قل فيهم واحد، لو قل واحد يبقى ريجيد زي ما هو بس وانس انترنال انديترمينت. يعني ايه وانس انترنال انديترمينت؟ يعني لو الشكل ده كده ادي انترميديت هينج وادي انترميديت هينج. يعني ايه وانس انترنال انديترمينت؟ يعني محتاج انترميديت هينج ثالثه علشان خاطر اقدر احدد القوه اللي في الممبرز اللي جوه الكلوزد لوب. تمام يا شباب؟ طيب اول ما الاقي كلوزد لوب قلت اعمل ايه؟ افصصها. هنا دي انترميديت هينج بتدي كام واحده؟ بتدي كام واحده؟ معناها نشوف عدد الممبرز ونطرح منهم واحد. ادي ممبر وادي اتنين، يبقى بتدي واحده بس جوه الكلوزد لوب. انترميديت هينج بتدي كام انترميديت هينج؟ بتدي واحده بس اهي جوه الكلوزد لوب. ودي بتدي كام واحده؟ بتدي واحده بس، لو 2 ناقص 1 1 ادي جوه الكلوزد لوب. يبقى الثلاثه دول كده ريجيد و ديتيرمينت. خلاص نشوف هنا نفس الكلام اهي اهي اهي، يبقى ريجيد و ديتيرمينت. خلاص اروح اشوف الاستراكشر بتاعي من بره. ده هنج بتدي 2 مجاهيل، رولر بتدي مجهول، يبقى عدد المجاهيل عندي 3. الايكويشنز 3 زائد 1 4، يبقى انا من بره خالص كده من المعادلات استاتيكالي انستيبل. لسه ما روحتش للشكل الهندسي ده، انا من بره خالص استاتيكالي انستيبل. انت عندك استاتيكالي ستيبل والاستاتيكالي انستيبل، دول خاصين بالمعادلات. بعد كده استاتيكالي ستيبل وديتيرمينت، يبقى انت رحت شفتها هندسيا ومعادلات. وفي استاتيكالي في جيومتريكالي انستيبل، يعني انت كمعادلات متزن بس لما رحت درست الشكل الهندسي بقيت غير متزن. تاني عندك استاتيكالي ستيبل وانستيبل، دول خاصين بايه؟ بالمعادلات. استاتيكالي ستيبل و ديتيرمينت، واستاتيكالي ستيبل و انديتيرمينت. يعني انا رحت درست الشكل الهندسي ولقيت نفسي ستيبل، بعد كده بروح اشوف انا ديتيرمينت ولا انديتيرمينت. طيب واخر نوع عندنا، هم اربع انواع، استاتيكالي ستيبل بتنقسم لديتيرمينت وانديتيرمينت، استاتيكالي انستيبل ده النوع الثالث، اخر نوع خالص جيومتريكالي انستيبل. يعني كمعادلات انا متزن بس لما درست الشكل الهندسي لقيت نفسي غير متزن، ولما ابقى غير متزن يعني حاجه من اثنين، يا جميع ردود الافعال بتتوازى يا جميع ردود الافعال بتتقاطع في نقطه واحده. طيب هنج انترميديت رولر قلنا خلاص يبقى اربعه دوت كايكويشن وثلاثه كرياكشنات، ورياكشنات هنا قصدي بيها الرياكشنات الخارجيه. يبقى انا في الاول كده استاتيكالي ان ستيبل اهو. طيب
عايز ابقى ستيبل. طب بلاش حد جاب لي المساله دي وكان دي هنج، لا لو هنج اروح اقول ان الهنج يبقى 4 ناقص 4 صفر كده كمعادلات انا استاتيكال ستيبل. اروح اشوف الشكل الهندسي ده، لو الجسم ده كله ما ده خلاص ريجيد وده خلاص ريجيد وديتيرمين. طيب الجسم ده كله اهو اللي في المربع ده بيساعد الجسم التاني ازاي في اتجاه الخط الواصل ما بين هنج سبورت والانترميديت هنج، ده اللي موجود في الفيديو الاول والتاني اللي انا هبعتهم لك اهو. يبقى ده كده بيساعد في الاتجاه ده. لما يجي يساعد في الاتجاه ده الاقي ان السهم ده بيتقاطع مع الانترميديت هنج هنا، مع الهنج سبورت عفوا هنا، يبقى الشكل ده كله جميع رياكشناته بتتقاطع في نقطه واحده اللي هي نقطه ايه، يبقى الشكل ده ايه انستيبل. وطالما اي جزء من الشكل عندنا انستيبل يبقى الشكل كله انستيبل. يبقى الشكل دوت لو دي هنج يبقى جيومتريكالي انستيبل. خلاص يا اخوانا كده. طيب عايز اخليه ستيبل، دي سيبها رولر زي ما هي وخلي ديت فيكس. طيب يا باشمهندس لما دي تبقى فيكسد، قال لك لما دي بقى فيكسد يبقى الجسم ده متزن بذاته، يبقى الهنج سبورت هتتحول الى الانترميديت هنج عفوا هتتحول الى هنج سبورت. الشكل دوت عباره عن ريجيد لوب فوق رولر وهنج سبورت ما بيتقطعوش ما بيتوزوش، يبقى ده ستيبل وستيبل، وعدد الايكويشنز بيساوي عدد الرياكشنات يبقى ستيبل استاتيكالي ستيبل و ديترمينت. تمام يا اخوانا. طيب مسألة زي دي ركز معايا، بيقول لك شوف هي ستيبل ولا لا. طيب رحت درست المتغير الايكويشنز، لقيت ادي ايكويشن، ادي دي مرتبطة بثلاثة ممبر يعني 2 1 و2 3 1 4 والثلاثة الاولانيين 7، عدد الريكشنات 6، يبقى انا استاتيكال ان ستيبل من اول اهو خالص. طيب عايز ابقى ستيبل اعمل ايه؟ اول حاجه بفكر فيها ان انا احط بدل اتنين بدل اتنين هنج سبورت واحده فيكسد واحده رولر، ماشي يا شباب. طيب رحت اول تفكير قلت خلاص خلي ديت فيكسد، انا عايز 7 ماشي. طيب خليت دي فيكسد وخليت دي هنج وخليت دي هنج، حلو الكلام كده. طيب لما جيت ابص بقى على الانترميديت هنجز ديت لقيت دي بتدي واحده عشان تربط الجسم ده بالجسم ده، خلاص اهو غير اللون، لقيت واحده تانية اهي عشان تربط الجسم ده بالجسم ده. طيب وهنا قال لك دي فيها اتنين، واحدة فيهم ركز معايا قوي، واحدة فيهم بتربط الجسم ده كله بده، والتانية بتربط الحتة دي بالحتة دي، ماشي يا اخوانا كده؟ ماشي يا اخوانا كده، فصصنا الشكل بتاعنا. طيب نبص بقى، ده لما كان فيكسد يبقى ده وده وده كده هنج وانترميديت وانترميديت، يجمعهم خط واحد انستيبل، يبقى ما ينفعش الحل ده. وبرضه بقول لك ملحوظه في ودنك كده ان السيمتريكيه اللي هي سيمتريستي بتبقى ضد الاستابيليتي، فانت بتحاول عشان تخلي الشكل متزن تبعد عن السيمتريستي. طيب عشان ابعد عن السيمتريستي ممكن احط ديت هي الفيكسي وديت الهنج وديت الهنج، هلاقي هنا دي ودي ودي على خط واحد، يعني تعالى نمسكها من الحته المتزنه، دي من الحته المتزنه ده هيقلب هنج سبورت عشان ده متزن بذاته، هنج سبورت وانترميديت هنج اللي هي هنا مش ده اتنين انترميديت هنج. طيب اخد هنج سبورت وانترميديت هنج وهنج سبورت دي كده واقول ده 3 هنجت فريم، يبقى ده كده ستيبل هو كمان،
ما انا ممكن اقول الانترميديت هنج دي اللي هنا ممكن افصصها تفصيصه تانية، اقول ان هي اللي بتربط ده بده، والتانيه مش هي بتدي الانترميديت هنج، هي اللي بتربط ده كله بده كله عادي، ما عنديش مشكله فصصها زي ما انت عايز. حلو، طيب كده ده بقى متزن وده متزن وده كده متزن، خد دي خد الانترميديت هنج اللي هنا. طيب ويبقى ده الانترميديت هنج التانية هتتحول لايه؟ هنج سبورت، عشان دوت متزن بذاته، يبقى ده كده هيتحول لهنج سبورت. هنج سبورت وانترميديت هنج وهنج سبورت على خط واحد تبقى غير متزن. هتقول لي ليه على خط واحد؟ اقول لك دي 2 و 3 ودي 6 و 4، يبقى الاثنين ليهم نفس الميل، يبقى على خط، يبقى على استقامه واحده، اذا ايه؟ انستيبل. طيب ايه التفكير التاني؟ التفكير التاني ان انا اروح اشيل دي كده فيكسد، دي انا كنت حاطط دي فيكسد، بعد كده حطيت فيكسد هنا، خلاص ادخل الرولر معايا واشيل الهنج. طيب خلي دي فيكسد ودي فيكسد ودي رولر، بس رولر عامله كده، نشوف فيكسد يبقى دي هتتحول لهنج سبورت غصب عني لان ده متزن بذاته، فيكسد يبقى دي هتتحول لهنج سبورت عشان ده متزن بذاته. الجسم ده كله هياخد انترميديت هنج واحده ونسميه 3 هنجد فريم، يبقى بقى متزن بذاته. الانترميديت هنج الثانيه هتتحول لايه؟ الانترميديت هنج الثانيه هتتحول لهنج سبورت، مش انا خدت الانترميديت هنج الاولانيه دي وبقى هو متزن بذاته وخدتها كلها، خدت الانترميديت هنج كلها يبقى لي انترميديت هنج التانية. طب الانترميديت هنج التانية دي انا محتاج منها حاجة؟ لا، ما انا خلاص ده بقيت متزن، يبقى تتحول لهنج سبورت، هنج سبورت ورولر في الاتجاه ده، يبقى الجسم ده كده ده كده. هل الرياكشنات اللي عليه بتتقاطع؟ بتتوازى؟ لا، اذا ستيبل. تمام يا شباب كده؟ طيب نخش على المسألة دي، لوبس اروح افصصها، او ما الاقي لوب افصص، ده 2 ممبر يبقى واحده انترميديت هنج، 2 ممبر واحده انترميديت هنج، 3 ممبر يبقى 2 انترميديت هنج، واحده للكلوزد لوب وواحده بتربط الممبر ده بالشكل ده كله. تمام يا اخوانا؟ طيب هنا واحده للكلوزد لوب واحده بتربط الممبر ده بالشكل كله، هنا واحده للكلوزد لوب واحده للكلوزد لوب واحده للكلوزد لوب، دي بتدي ايكويشن اوف كونديشن واحده، ليه؟ لان الاربعه انترميديت هنج في لوب مقفوله. تمام؟ دي بتدي ايكويشن اوف كونديشن ودي بتدي ايكويشن اوف كونديشن، دي 3 كلوزد لوب يبقى ما بتديش حاجه، يبقى 1 2 3 يبقى ايه؟ زائد 3 يبقى 6 ايكويشن. كم مجهول؟ 6. طيب احنا كده كمعادلات انا ستاتيكال ستيبل وديترمنت. طيب نخش نشوف كشكل هندسي. طيب هنج وهنج ودي كلوزد لوب ريجيد، يبقى الشكل ده كده متزن، يبقى هل انا محتاج الانترميديت هنج دي في حاجه؟ لا، يبقى تتقلب هنج سبورت. طيب ده هنج سبورت يساعد، يساعد الجسم ده ازاي؟ قالك في اتجاه الخط الواصل ما بين الهنج سبورت والانترميديت هنج، يعني بيساعده كده. طيب ودي رولر مساعدتها كده، يبقى اكن الاثنين دول كونوا هنا هنج، والغي دي خالص بقى كده، يبقى عندي رولر وهنج، والشكل دوت اصلا اصلا في اربع انترميديت هنج، يعني في ايكويشن اوف كونديشن واحده، يبقى عدد المعادلات هنا اربعه وعدد المجاهيل اللي هو الرولر اللي تحت والهنج اللي فوق يبقى انستيبل، يبقى الشكل ده هندسيا انستيبل، محتاج اغير توزيع السبورتات دي. طيب لان ده هنج ودي رولر، فبالتالي الشكل ده فيه اربعه انترميديت هنج، فكلوز لوب بتدي ايكويشن اوف كونديشن وما عنديش غير ثلاث مجاهيل بس، يبقى انستيبل، يبقى جيومتريكالي انستيبل. طيب عشان اخليك ستيبل اعيد توزيع السبورتات. طيب اعيد توزيعها ازاي؟ خلي دي فيكسد، خلي دي عفوا رولر، عشان هنا ما كنتش محتاج الاربعه اللي موجودين هنا، انا كنت محتاج ثلاثه بس، وخلي واحده من دول هنج وليكن دي،
تعال نشوف ديت كده متزنة بذاتها، دي اتحولت لهنج سبورت. هنج سبورت دي بتساعد الشكل دوت عن طريق في اتجاه الخط الوسط ما بين الهنج سبورت والانترميديت هنج. دي ودي اتقطعوا هنا اكنها عملت هنج هنا، وديت قلنا هتبقى هنج. عندي اتنين لينك ممبر متوازيين، التوازي بتاعهم مش هو هو نفس الخط، مش نفس الخط الواصل ما بين الهنج سبورت والهنج سبورت، يبقى ستيبل. وده كمان ستيبل. طب واللي هنا؟ قال لك اللي هنا بدايته كانت هنج سبورت. طيب والناحيه الثانيه؟ قلت لك دول دي كانت رولر وديت كانت هنج. طيب واللي هنا؟ قال لك اللي هنا ديت رولر وديت هنج، يبقى بيساعدوا دي في الاتجاه الراسي والافق، وليكن بيديها مساعده اللي هي محصله الشكل ده، بيديها مساعده كده. يبقى دي هنج سبورت وديت مساعده مايله، يبقى بالتالي دوت عباره عن ايه؟ عباره عن شكل متزن، لان جميع القوى اللي عليه غير متقاطعه وغير متوازيه. يبقى كده بالشكل ده لو دي اتقلبت، لو دي بقت هنج ودي بقت رولر، يبقى الشكل بتاعنا بقى ايه؟ استاتيكالي ستيبل وديتيرمين. تمام يا اخوانا كده؟ ممكن تعتبر دي هنج سبورت ودي انترميديت هنج، تمام؟ ودي ديت اتقطعت معاها هنا بقت هنج سبورت. لا خلينا زي ما احنا، خلينا زي ما احنا قلناها كده، خلينا زي ما احنا كنا ايه ابسط اللي احنا قلناه، ابسط اللي احنا قلناه دلوقتي ابسط. تمام يا شباب؟ طيب نخش على أسئلة في المحاضرة التانية. طيب شكل زي اللي قدامنا ده، احنا عارفين ان التماثل ضد الاستابيليتي. طيب يعني يا باشمهندس هنا كده مساعدة الجسم ده اللي هو اي جي للجسم بي اتش، قال لك ده خط الوصل ما بين انترميديت هنج والهنج سبورت اهو، تقاطع مع الرولر ديت في النقطة دي. انت عارف ان الهنج عبارة عن رياكشنين، واحد كده واحد كده، او واحد كده وواحد كده، مفيش مشكله. اهم حاجه بيمنع الحركه في جميع الاتجاهات، يعني رياكشنين في اتجاهين مختلفين، واحنا بنخليهم واحد عمودي وواحد عمودي، يعني واحد في خط والتاني عمودي عليه، دي رياكشنات الهنج. فبالتالي الرولر والرولر المايله ديت ممكن نعتبرها هنج سبورت، ما عنديش مشكله. حلو، هنج سبورت. نفس الكلام هنا، هنج هي كمان. طيب يبقى الجسم سي كي اتش جي بي اللي هو في النص ده كده عباره عن هنج وهنج وانترميديت هنج على خاصة قامه واحده، يبقى انستيبل. يبقى الشكل اللي قدامنا ده كده جيومتريكالي انستيبل. لما تيجي تحسب عدد المعادلات وعدد الايكويشنز هتلاقيهم بيساووا بعض. لما تيجي تدرس الجيومتريكيه هتلاقيها انستيبل. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك ايه؟ ابعد عن التماثل. طيب ابعد عن التماثل، اجرب اول حاجه ان انا اشيل، اغير الترتيب بتاعهم، يعني اخلي ديت وليكن هنج وديت رولر. ده خلينا اول تفكير ان انا اغير الترتيب بتاعهم، لان عدد الايكويشنز بيساوي عدد الرياكشنات، فساعتها ايه؟ ابدا اغير الترتيب بتاعهم. طيب وتاني تغيير، اشيل اتنين هنج واحط واحده فيكسد واحده رولر. كده بنقعد نمشي بالتدريج ده، تبديل، بعد كده بشوف الاثنين هنج اشيلهم واحط واحده فيكسد واحده رولر. من مبدا ايه اللي مضايقني؟ يعني ايه اللي مخليني ان ستيبل؟ تمام، دي طبعا بالتكرار انت بتقدر تحل بسرعه. طيب هنج وهنج وهنج في النص، يبقى ده كده الشكل ده كده 3 هنج فريم ستيبل وديترمنت. يقلب دي ايه؟ يقلب دي هنج سبورت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب ده هيساعد ده فين؟ ده كده اللي هو دي كي هيساعد في اتجاه الخط الوسط بين انترميديت هنج وهنج سبورت، هيتقطعوا هنا. طيب هنا احنا قلنا ده هنج ودوت رولر، صح كده الكلام؟ ده رولر اهو، هنج وهنج، يبقى دوت ايه؟ 3 هنج فريم. طيب هنا دوت هيبقى هنج سبورت،
هنج سبورت ورولر، يبقى الجسم ده كده متزن بذاته. يتبقى لي مين باللون الباقي ده كده؟ يبقى لي الجسم ده. طيب هنج سبورت دي وده متزن، الانترميديت هنج دي وده متزن، هتتحول لهنج سبورت. هنج سبورت وانترميديت هنج يبقى بقى متزن، يبقى ده كده ستاتيكالي ستيبل. و دي ترمي. تمام يا شباب كده؟ طيب مسألة زي دي نفس الكلام، هتلاقي ان ده كده ده كده ايه متماثل، هيساعد في هنا، وده الرولر هتلاقي معاه هنا الاتنين كونوا هنج هنا. طيب وده كده وده كده يكون هنج هنا. طيب ودول هيساعدوا الجسم اللي هنا ازاي في اتجاه الخط الواصل ما بين انترميديت هنج والهنج سبورت؟ هتلاقي في الاخر ان الجسم جي ان سي كل المساعدات بتاعته بتتقاطع في النقطة دي. طيب اروح بعدها اشوف يا باشمهندس، عندي 2 3 4 5 7 رياكشنات. طب والايكويشنز 3 و 3 7 برضو، اعمل ايه؟ سهلة، اروح ابص ابدل دول، احاول ابعد عن السيمتريستي. طب اعمل ايه؟ اول حل انا شايفه ان انا اخلي ده هنج. طيب هنج وهنج يبقى الحتة دي كلها كده 3 هنجت فريم. تمام نغير اللون، يبقى ده بقى هنج سبورت. طيب هنج سبورت ورولر، يبقى الجسم ده كده بقى متزن، يبقى دي بقت هنج سبورت. هنج سبورت ورولر، يبقى الحتة دي بقت متزنة، يبقى دي بقت هنج سبورت، واخلي دي رولر بس كده خلاص، كده بقى استاتيكال ستيبل وديترمنت. تمام يا شباب. طيب خش على مسألة تانية، مسألة زي دي ركز قوي معايا. أول حاجة دي كذا لوب في بعض، طالما كذا لوب أفصصها. طيب فصص معايا، انترميديت هنج متصل بالممبر ده والممبر ده والممبر ده، الشكل بتاعها كده عشان مش باينة من المرسومة عندك، شكلها المسألة كانت بالشكل ده كده، أدي ممبر وأدي ممبر وأدي ممبر، يبقى دي بتدي كام إيكويشن، بتدي كام انترميديت هنج أو كام إيكويشن؟ بتدي واحد، دول تلاتة، يبقى تلاتة ناقص واحد اتنين. تمام كده؟ طيب الاتنين بتوعها واحدة في اللوب دي واحدة في اللوب دي، دي بتدي اتنين واحدة واحدة، دي بتدي واحد اتنين تلاتة، يبقى بتدي اتنين واحد اتنين، دي بتدي واحد اتنين تلاتة، يبقى بتدي اتنين اهي واهي، ديت متصلة بستة يبقى بتدي خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دي بتدي اتنين بتدي واحدة اهي، واحدة جوه واحدة جوه. تمام يا اخوانا. طيب يبقى دي اللي في النص دي كده ريجيد وديترمينت، خلاص دي ريجيد وناقص لها واحدة عشان تبقى ديترمينت، يبقى ادي واحد، ودي ريجيد وناقص لها واحدة عشان تبقى ديترمينت، ادي اتنين، دي ناقص لها واحدة عشان تبقى ديترمينت، ادي تلاتة، دي ناقص لها اتنين عشان تبقى ديترمينت، يبقى اربعة وخمسة. والشكل كله على بعضه ما بيديش ولا ايكويشن، ما بيديش ولا ايكويشن، لان الانترميديت هنج اللي في النص دي اللي اديته جوه كلوز دروب دي وجوه كلوز دروب دي وجوه كلوز دروب دي ودي ودي، فما بقى فيش ولا واحدة بره، كلهم جوه كلوز دروبس، ما فيش ولا واحدة زيادة يعني. فيبقى انا عندي اربعة رياكشنات خارجية وانا ما عنديش غير ثلاثة اكويشن بس، مثلا اف اكس سميشن اف واي سميشن المومنت، يبقى انا وانس اكسترنالي انديترمينيت، يبقى محتاج معادلة عشان اقدر اجيب رياكشنات السبورتات. طيب وعشان اجيب الممبرز الداخلية انا عندي خمسة انديترمينيت يمين وخمسة انديترمينيت شمال، يبقى 10 انترنالي indeterminate، والشكل بتاعنا statically stable و indeterminate. خلاص يا اخوانا كده. طيب
ديت كلها مسائل تم شرحها قبل كده الفكرة بتاعتها. تعالى على مسألة زي دي كلوزد لوب افصصها على طول عشان بس ما نقعدش ايه نحير نفسنا. ادي دي بتدي واحدة، تدي ديت بتدي تلاتة، ادي واحد اتنين وواحدة جوه الكلوزد لوب. ديت بتدي واحدة جوه الكلوزد لوب واحدة بره، دي بتدي واحدة جوه الكلوزد لوب وواحدة بره. تمام كده يا اخوانا؟ اللي بره دي بتربط العنصر ده بالكلوزد لوب، اللي بره دي بتربط العنصر ده بالكلوزد لوب، اللي بره دي بتربط العنصر ده بالكلوزد لوب، اللي بره دي بتربط العنصر ده بالكلوزد لوب. كلوزد لوب رباعيه يبقى بتدي ايكويشن اوف كونديشن واحده، وديت انترميديت هينج ودي انترميديت هينج ودي انترميديت هينج ودي انترميديت هينج. عفوا يبقى معانا 8 ايكويشن اللي هي 5 انترميديت هينج 4 زائد 1 في الكلوزد لوب والثلاثه الايكويشنز العاديين. طيب يبقى انا محتاج كام سبورت هنا؟ محتاج سبورتات تدي 8 رياكشنات. اول حاجه بفكر فيها ان كلهم يبقوا هنجات، ده اول فكر ليا اهو. تاني فكر ليا بشيل 2 انترميديت هنج واحط واحده فيكسد واحده رولر. طيب لما ده يبقى هنجات ده هيساعد الكلوز دروب ازاي اللي هو الممبر ده اتجاه الخط الوسط بين هنج سبورت وانترميت هنج، يبقى كانه اداها رولر بالشكل ده. طيب ده هيساعد الكلوز دروب ازاي اللي هو ده، خلينا نغير اللون يعني ساعد في اتجاه الخط الوسط بين انترميت هنج سبورت كانه اداها رولر هنا، رولر ورولر فوق اكنه راح اداني هنج هنا، صح كده يا اخوانا؟ طيب نفس الكلام ما بين ده وده، ده لما كان هنج وده هنج هيعمل اكنه اداك هنج هنا. اتنين لينك ممبر ده كده، ده ستيبل خلاص وده ستيبل خلاص وده ستيبل خلاص. اتنين لينك ممبر، اتنين لينك ممبر متوازيين وما بيوازوش الخط الوسط ما بين الهنج سبورت والهنج سبورت، يبقى ستيبل و ديتيرمين خلاص. تمام يا اخوانا كده؟ تمام يا شباب كده؟ طيب طيب نخش على مسألة زي دي مثلا كلوز دروب خلاص بقى ده بيدي هنا اهو بيدي واحدة 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 بره، واحدة 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 بره بتربط ده بده، دي بتدي تلاتة واحدة واحدة وواحدة بره هنا مثلا، وديت ادي واحدة ودي واحدة وديت واحدة واحدة بره، واحدة دي واحدة واحدة واحدة. طيب ثلاثية يبقى ريجيد وديترمنت خلاص، ثلاثيه ريجيد وديترمنت خلاص، ثلاثيه ريجيد وديترمنت خلاص، ثلاثيه ريجيد وديترمنت خلاص. دي ادي ايكويشن 2 3 4 5 ومعانا 3 يبقى 8. عايز رياكشنات تدي 8 يبقى فيكسد وفيكسد وهنج. طيب فيكسد وفيكسد هنج اخليه يا باشمهندس في التماثل، يا عم ابعد عن التماثل عشان التماثل ضد السيمتريستي، خلاص خلي دي فيكسد فيكسد هنج. تعال نفصص، فيكسد يبقى دي اتقلبت هنج سبورت، فيكسد يبقى دي اتقلبت هنج سبورت، هنج سبورت هنج سبورت انترميديت هنج ما يقعوش على خط واحد 3 هنج فريم، يبقى دي كلها بقت ستيبل. تعال نخش على هنا هنج وهنج ودي كلها كده متزنه، دي كلها كده متزنه، يبقى دي عشان خاطر ال 3 هنج فريم يبقى دي هنج سبورت، هنج سبورت انترميديت هنج وهنج سبورت يبقى استاتيكالي ستيبل و ديترم. خلاص كده يا شباب؟ تمام يا اخوانا؟ طيب نخش على المسائل اللي بالشكل ده، المسائل اللي بالشكل ده هو طالب منك انك تخليها ستيبل لما يديك ستوري او مالتي ستور. هي فكره هي عباره عن حاجتين بتعملهم، بتكون تحت 3 هنج فريم
وفوق بيتكون 3 هنجد لوب اللي هي لوب ثلاثيه عشان الخضر يبقى ستاتيكال ستيبل وديترمنت. بس كده ازاي يا باشمهندس؟ تعال نطبق. انترميديت هنج بتدي واحده وواحده، انترميديت هنج بتدي واحده وواحده، انترميديت هنج واحده وواحده، انترميديت هنج بتدي واحده، دول كده ستيبل وديترمنت، تبقى دي هنج سبورت. مع دول تبقى ستيبل وديترمنت، تبقى دي هنج سبورت. مع دول تبقى ستيبل وديترمنت، تبقى دي هنج سبورت. مع دول تبقى ستيبل وديترمنت، يبقى خلاص كده الشكل كله ستيبل وديترمنت. تمام؟ تمام. تعالى شكل زي ده اهو، هو اول حاجه عملها ايه؟ دي في منبر هنا كده، ده بتدي واحد اتنين. انت لما بتيجي تبدا بقى في المساله بتقعد تشوف، يعني هو بيبقى مديك مساله من غير دواير، بتقعد انت تحط دايره هنا مثلا وتشوف انا الكلوز دي لوب دي ناقص لها كام دايره عشان خاطر تبقى ايه متزنه. انا هوريك بعد الحل، الحل انت لازم اللي بتفكر فيه، ملوش قاعده، في قواعد كده بتتقال بس لا انت لازم تبقى فاهم عشان خاطر ما تقعدش تحفظ قواعد تلاقي نفسك الامتحان الشكل اتغير لقيت بتحل غلط. شكل زي ده كده، ادي ده كده انترميديت هنج بتدي 1 2 3. انترميديت هنج دي 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 دي 1 وادي 2، دي بتدي 1 بس، دي 1 2 1 2 دي 1 2 دي بتدي واحدة بس، دي بتدي 3 1 2 3 دي بتدي 3. اروح احطها هنا؟ لا، اروح احطها للي ما عندهاش، دي خلاص بقى عندها 3، ادي للي ما عندوش، ادي 1 2 3 دي تدي للي ما عندوش 1 2 3 دي خلاص الثلاثة بتوعها وصلوا لها، يبقى تدي واحدة هنا وتدي واحدة هنا وتدي واحدة هنا. طب ودي؟ دي خلاص وصلت لها، تبقى تدي واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا. طيب دي محتاجة واحدة ودي محتاجة واحدة ودي محتاجة واحدة. طب ودي بتدي اتنين، ادي واحد اتنين. نبدأ نبص مع بعض، نبدأ نبص مع بعض. 3 hinged frame stable وديترمنت، 3 hinged frame stable وديترمنت، 3 hinged frame stable وديترمنت، 3 hinged frame stable وديترمنت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. دي واخده 4 يبقى دي كده لا، المفروض دي ما كانتش تدي هنا، دي لازم غصب عنها تدي هنا، ودي غصب عنها تدي هنا، ودي هنا ودي هنا، يبقى دي لا، يبقى دي كانت مفروض تدي هنا ونشيل دي. طيب ودي المفروض ما كانتش تدي هنا، تدي هنا ونشيل دي. طب ودي المفروض ما كانتش تدي هنا، نلغي دي وتخليها تدي هنا. طب لما تدي هنا شيل دي خالص وخلي دي تدي هنا. لما ادت هنا بقت دي ثلاثي، دي ثلاثي، دي ثلاثي، دي ثلاثي، دي ثلاثي، 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 يبقى ستيبل وديترمنت، خلاص. بس كده. يبقى بتقلب 3 هنجت فريم تحت وفوق كلوز دروبس ثلاثيه. ده اللي انت بتعمله. وكذلك زي المسائل دي بالظبط. هنا كل اللي عمله الخط المدور ده كان كده، قلبه لك كده، ولا يفرق معاك حاجه. تمام يا شباب كده؟ كل المقدمه دي عن التراسز انا منزل لك فيديو ليها عشان خاطر التراسز بالنسبه لك تبقى سهله. نخش على المحاضره اللي فيها التراسز. التراس كل ريجيد تراس هعتبره ممبر، كل ريجيد تراس هعتبره ممبر. ده ريجيد تراس اهو، ليه؟ ادي ده كده اهو نواه، النواه ديت ده وده طلعوا من نفس القاعده وتقابلوا هنا، وده وده طلعوا من نفس القاعده وتقابلوا هنا، يبقى ده كده سيمبل اعتبره ممبر. طيب وده نفس الكلام، وده طرطور، الطرطور تشيله خالص من لما تيجي تدرس الاستابيلتي، تشيله خالص عشان تظهر الانترميديت هنج. دوت كده برضو سيمبل، دوت كده سيمبل، دوت كده سيمبل. زي ما كلنا عارفين ان ده لينك ممبر ولينك ممبر اتنين متوازيين، يدي معادلة واحدة، يدي معادلة واحدة اللي هي سميشن العمودي عليه يساوي صفر، سميشن اف العمودي عليه يساوي صفر، ويدي مساعدتين متوازيتين. دوت مايل بيدي اتنين معادلة ومساعدة واحدة مايلة. تمام يا اخوانا؟ طب لو اتنين لينك ممبر متقاطعين يدوا معادلة واحدة ومساعدتين مايلين. تمام؟ تمام. طيب
ده رولر ورولر، يبقى محتاج مساعدة مايلة هنا كده عشان خاطر ده يتزن. طب خد المساعدة بتاعته خلاص الجسم ده اتزن بالنسبة لي. ده قال لك ده اول حاجة، انت خلاص بس انت دلوقتي بعد ما قسمتهم لريجيدات، تعال نشوف عدد الايكويشنز كام وعدد الريكشنات كام. ادي 2 3 4 6 7 8 عدد الايكويشنز، ادي ايكويشن، ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ومعايا 3 8. يبقى انا كمعادلات ستيبل وديترمينت. اشوف بقى جيومتري، ده خد المساعده دي وبقى خلاص ده كده متزن. ده خد المساعده دي وعنده هنج هنا، يبقى ده خلاص كده متزن. يبقى دي اتقلبت هنج سبورت لان خلاص ده متزن مش محتاج حاجه منها، فدي اتقلبت لهنج سبورت. طيب هنج سبورت وديت دي كده هنج سبورت، وده كده لسه مساعدات، مش عارف ده هتتحول لايه ولا عارف ده هتتحول لايه. خلاص تعالى نحل من على اليمين، ده كده متزن بذاته يبقى مش محتاج حاجه من المساعدتين دول. ده خد المساعدة بتاعت الرولر هنا وخد مساعدة فوق، يبقى ده كمان كمان متزن. مساعدة اهي حولت دي، مساعدة حولت الرولر دي لهنج ومساعدة فوق، فبالتالي الشكل ده بقت جميع ردود الأفعال عليه غير متوازية وغير متقاطعة. الشكل ده مبقاش محتاج حاجة تاني، لو الشكل ده مبقاش محتاج حاجة تاني، يبقى الانترميديت هنج بقت هنج سبورت، هنج سبورت والانترميديت هنج وهنج سبورت لا تقع على استقامة واحدة، يبقى الشكل ده كده بده بده 3 هنجد فريم ستيبل وديتيرمنت. تاني ده كده اهو بالمساعده الافقيه اللي هنا بقى ستيبل وديتيرمنت. المساعده الثانيه والهنج دي بقى الجزء ده كده ستيبل وديتيرمنت. انترميديت هنج دي هل الجسم ده محتاج منها حاجه؟ لا، يبقى اتحولت لهنج سبورت. مش عارف افك ده ولا عارف افك ده، قال خلاص حل من على اليمين هنج ورولر، يبقى ده مش محتاج حاجه من حد تاني، يبقى المساعدتين دول هيروحوا للجسم ده اللي هو رقم 4، راحوا له بقى عندي 3 رياكشنات لا تتقاطع ولا تتوازى، بقى خلاص هو كمان متزن، يبقى مش محتاج حاجه من الانترميديت هنج رقم 15، فهي كمان تتحول لهنج سبورت. هنج سبورت وانترميديت هنج وهنج سبورت مش على استقامه واحده، يبقى الجسم ده كله اللي هو الممبر المايل بالترص ده 3 هنج فريم ستيبل وديتيرمنت. طيب نخش على مساله ثانيه. مساله زي دي روح كون الريجيد ترص بتاعك، هتلاقي ده ريجيد ترص اهو كده، خرج 2 ممبرز كده، خرج 2 ممبرز كده، خرج 2 ممبرز، ادي ده وادي ده ليهم نفس القاعده اهو، نفس القاعده اهي كده، ده كله بقى سيمبل. وده كمان بقى سيمبل اهو. حلو الكلام على كده؟ طيب وده سيمبل وده سيمبل، ده وده كده، وده هيطلع من هنا يعني ده كده اهو، 2 ممبرز اهو في نفس القاعده، بعد كده 2 ممبرز كده في نفس القاعده، تمام، وبعد كده 2 ممبرز كده في نفس القاعده، ده كده زياده، ده كده ايه زياده. طالما الزياده يبقى once internally indeterminate، once internally indeterminate. ليه؟ لان انا كده كده اصلا متزن من غيره، يعني انا دلوقتي لما جيت درستها لكم لقيت ان انا ادي ده النواه بتاعتي، وادي ده 2 ممبرز من قاعده واحده، 2 ممبرز من قاعده واحده، 2 ممبرز من قاعده واحده، فده كله كان سيمبل بدون اللجوء للممبر ده، تمام، فده زياده، فيبقى محتاج ايكويشن داخليه او طرق حل هتبقوا درستوها تقريبا اللي هو الفيرتشوال ورك، مش عارف اكيد درستوها انتوا سنه ثالثه، اكيد درستوها عشان خاطر اقدر اجيب الممبر اللي جوه ده. طيب هنج ورولر يبقى دوت
تبقى دي هنج سبورت، هنج سبورت انترميديت، هنج هنج سبورت 3 هنج 3 هنج تمام، هنج وانترميديت هنج وهنج يبقى 3 هنج 3 يبقى ده بالنسبة لي زيادة. يبقى انا كده لو جيت حسبت المعادلات والرياكشنات لازم الاقي نفسي رياكشناتي اكبر من المعادلات باتنين. نحسب ادي 2 و2 4 6 7 وعندي كام ايكويشن في كونديشن، 1 2 و3 5 يبقى 7 ناقص 5 فعلا يساوي 2. طيب ده انا عايز ابقى ستيبل وديتيرمينت، خلاص فك ديت يا عم الرولر، رولر وديت كمان خليها رولر. طيب بقى دي كده كانت هنج سبورت، هتساعد ده ازاي في تجاه الخط الوسط ما بين هنج سبورت وانترميديت هنج؟ اهو ده رياكشن وده رياكشن وده رياكشن، التلاتة لا يتوازوا ولا يتقاطعوا، يبقى جسم ده بقى ستيبل. طب ده هيساعد ده ازاي في اتجاه محصلة الاتنين رولر اللي هو الاتجاه ده؟ زي ما احنا قلنا في الفيديو الاولاني خالص، يبقى الجسم اللي في النص ده عنده هنج من الشمال ومساعدة رأسية من اليمين لا يتقاطع ولا يتوازوا، يبقى ستيبل و ستيبل و ديترمينت. تمام يا شباب كده؟ طيب هنا لما تيجي تفك الشكل ده هتلاقي ان انت عندك واحده سيمبل وادي سيمبل وادي سيمبل، تيجي تجيب اللي في النص ده هتلاقي ان انت عندك ادي هنا انترميديت هنج وهنا انترميديت هنج وهنا انترميديت هنج. طب ورقم اربعه دي هتدي واحده هنا وواحده هنا، فبالتالي الابيض اللي في النص ده ما عندوش غير ثلاثة انترميديت هنج بس، يعني ريجيد و ديتيرمينت، بيربط الثلاثة سيمبل دول ببعض، بيربط الثلاثة سيمبل دول ببعض. تمام يا اخوانا كده؟ طيب يبقى ده كده كومباوند هو احد انواع الريجيد، وده كده كومباوند وده كده كومباوند. عندي خمس، عندي خمس معادلات، يبقى محتاج خمس رياكشنات. فعلا عندي خمس رياكشنات، ده هيساعد اللي في النص في اتجاه الخط ده، ده هيساعد اللي في النص في اتجاه الخط ده، ودوت الرولر هيتقاطع معاهم عند نفس النقطة، يبقى الشكل ده انستيبل، جيومتريكالي انستيبل. ليه؟ باين ان هو متماثل. طالما متماثل بنسبة 80% بيبقى انستيبل، مش بنسبة 100%، بقول بنسبة 80%. طيب عايز يبقى متماثل يا سيدي بدل، طالما الرياكشنات مظبوطة مع الايكويشنز بدل، خلي دوت هنج وخلي دي رولر. 3 هنج فريم ستيبل ودي تيرمت، يبقى مش محتاج حاجه من رقم 17 دي، هتتقلب هنج سبورت، هنج سبورت ورولر، يبقى الاثنين مع بعض هيعملوا ايه؟ شكل متماثل، عفوا شكل ايه؟ متزن. يبقى كده بقى ستيبل ودي تيرمت. خلاص كده يا اخوانا، اي حاجه ريجيد، اي حاجه ريجيد خلاص اعتبرها حته بلق كده متزنه، جسم بلق كده متزن، عشان خاطر التراسس، اي تراس ريجيد خلاص اعتبره حته على واحده كده كانه طوبه محطوطه. تمام يا شباب؟ طيب مساله زي دي تراس ريجيد 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 ايكويشن ايكويشن ومساعدتين ايكويشن، يبقى انا محتاج ست رياكشنات، حط هنا هنج رولر رولر هنج. طيب نشوف لما اجي اقطع هنا ودوت ياخد المساعده اللي من اليمين، المساعده دي اللي هو بتاعه الممبر اللي تحت، وده ياخد المساعده بتاعه الممبر اللي فوق، رولر وهنا مساعده افقيه اكن في هنج جت هنا، رولر وهنا اكن في هنج اتخلقت هنا. طيب ده بقى هنج هنا ودي هنج هنا، ده كده بالنسبه لي بقى متزن وده بالنسبه لي بقى متزن. طب الممبرز اللي في النص ديت، الممبرز اللي في النص ديت اروح اجيب ادرسها. طيب لما اجي دلوقتي لما اعمل الحركه اللي عملتها دلوقتي مش عارف ادرس الممبرز اللي في النص، طب نبص عليها من ناحيه تانية، هنج وانترميديت هنج، يبقى ده هيساعد اللي في النص في اتجاه الخط الواصل ما بين الهنج سبورت والانترميديت هنج، ودي رولر يبقى هتقطع هنا وتعمل هنج سبورت، ودي
هتتقاطع مع الخط ده برضو بتعمل هنج سبورت. هنج سبورت وهنج سبورت دول اتنين لينك متوازيين، اتنين لينك متوازيين وهنج وهنج على نفس الخط، يبقى ان ستيبل. طب اخليه ستيبل ازاي يا سيدي؟ بدل بدل، ما تحافظش على التماثل ده. طب لما اجي ابدل خلي ده وليكن هنج سبورت وده وليكن رولر. طيب ندرس ندرس مع بعض. ده بقى هنج يساعد في اتجاه الخط الوسط ما بين هنج سبورت انترميديت هنج، اهو تقاطع مع الرولر دي هنا، بقت هنج هنا، هنج وهنج والاثنين متوازيين ما يقعوش على نفس الخط. ده بقى ستيبل وده كمان ستيبل. طيب واللي هنا، اللي هنا خلاص دول كده كلهم بقى متزنين، يبقى مش محتاجين حاجه من الهنج انترميديت هنج دي تتحول لهنج سبورت. هنج سبورت ورولر يبقى هو ده كمان متزن. تمام يا اخوانا كده؟ عايز ابص شايف بس حاجه كده صعبه، تعال نحل ده. مساله زي دي هنج وهنج وهنج يبقى 6، ده بيدي معادله، ده بيدي معادله 5 و 3 و 2 5، يبقى انا محتاج اشيل واحد من دول. طيب ندرس الاتزان الاول عشان نقدر ندي نوعه. هو كده بالنسبه لي الستاتيكال ستيبل وانديترمين، ادرسه كجيومتري. طيب كجيومتري الاثنين دول بيتقاطعوا هنا، فكانهم عملوا انترميديت هنج هنا، مش دول مساعدتين متقاطعين، اكنهم عملوا انترميديت هنج هنا، هنج وانترميديت هنج وهنج، يبقى ده كده كله 3 هنج 3 لحد الجزء ده، لحد اتصاله بالجزء الثاني. طيب اتصاله بالجسم الثاني مساعدتين، ودوت مش محتاج غير مساعده واحده بس، يبقى هو كمان ستيبل. يبقى الشكل ده كله استاتيكالي ستيبل وانديترمينت، استاتيكالي ستيبل وانديترمينت. طيب عايز اشيل واحد فيهم واحط رولر، يا سيدي شيل ده مثلا، نجرب شيل ده. هو ليه اصلا اشيل ده؟ عشان خلاص انا وصلت ان العنصر ده مش محتاج اربعه، محتاج ثلاثه بس، فشلت الهنج حطيت رولر من غير ما ارجع اشيك تاني، خلاص انا متاكد ان انا كده ستيبل ادي تاني. تمام يا شباب؟ طيب ده نفس الفكره اللي انا لسه شرحه بالظبط دلوقتي، بس ده بدل ما هو ممبر عامل كده راح عمله لك ريجيد. الريجيد ده اكنه ممبر عامل كده بالظبط، نفس فكره السؤال اللي قبل اللي انا لسه شرحه دلوقتي. نخش على واحده بس ترصد فريم كده. اهي مساله زي دي كده، ده كده اهو ريجيد. ثواني بس نصغر الصوره شويه. ثانية واحدة يا شباب، أهي مسألة زي اللي قدامنا دي، ده كده أهو ريجيد. دي بتدي كام بتدي كام إيكويشن؟ بتدي واحدة جوه الكلوزد لوب دي عشان متصلة بممبر وممبر ده. طيب يبقى دي كلها كده ريجيد، وده بنفس الكلام ريجيد، ده نفس الكلام ريجيد، وده نفس الكلام ريجيد. عندي كام ايكويشن؟ ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى انا محتاج كام؟ تلاتة زائد تلاتة يبقى عدد الايكويشنز ستة، محتاج كام رياكشن؟ تلاتة. طيب خليهم هنج وهنج وهنج ونجرب. طيب هنج وهنج وهنج هنج وهنج، وده لينك وده لينك على استقامة واحدة، يبقى ما ينفعش. طيب لأن خط الاتنين لينك يوازي الخط الوسط ما بين الهنج والهنج، طيب اقلبها فيكسد ورولر. طيب ادي فيكسد رولر هنج،
فيكسد يبقى انا مش محتاج ولا مساعده من دول، يبقى الجسم ده كله بالنسبه لي كده ستيبل ادي تيرم. ده خد المساعده دي وخد المساعده دي، فبالنسبه لي لحد هنا كده انا مش محتاج مساعده من حد تاني. دي اتقلبت هنج سبورت، هنج سبورت وهنج سبورت وهنج سبورت، التلاته على استقامه واحده يبقى ان ستيبل. طيب تعال نبدل ونخلي دي هي الفيكسد وديت الرولر وديت الهنج. فيكسد يبقى ديت هنج سبورت، تمام. طيب هنج سبورت وانترميديت هنج ورولر، يبقى ده هيساعد ده في اتجاه الخط الواصل ما بين هنج سبورت وانترميديت هنج، هيروح يعمله هنج هنا كده. طيب معلش تاني تاني، احنا قلنا ده فيكسد، بس ايه الدرس ده محتاج تفكير قبل ما ايه يعني، محتاج ترايلز، انت بتختار حاجه وتشوف صح صح غلط غلط. ده كان رولر ودوت كان هنج، صح كده؟ ده الايه القرار اللي احنا الاولاني اللي خدناه، ده رولر كده. طيب ده فيكسد يبقى دي هنج سبورت خلاص. طيب هنج سبورت وانترميديت هنج، لو ده خد المساعده دي مش دي هنا كده، تبقى هنج سبورت رولر ومساعده جانبيه، يبقى كانه هنج هنج وهنج وانترميديت هنج، يبقى ده كله كده استيبل وادي تيرمين. يتبقى المساعده دي كده، المساعده دي مع الهنج يبقى ده كمان ستيبل وادي تيرمين، تمام يا اخوانا كده. يبقى الحل اللي انا اخترته ده صح، يبقى انا بحط حل واشوف الطريقه بتاعتي ان انا اشوف هو في ستيبل ولا لا. وبكده يكون انتهينا من افكار الاستابيليتي. عندك مسائل كتير لازم تبص عليها كلها، الامتحان تقريبا بقريب جدا من افكار المحاضره، فانا على قد ما اقدر قدرت اشرح لك او الم بمسائل المحاضره كلها، بالاضافه للثلاث فيديوهات اللي انا هحطهم لك اللي هم انواع التراسز و ومقدمه عن الاستابيليتي. تمام يا شباب كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.